مشكلة الدواء في السودان تحتاج أكثر من غيرها إلى علاج، علاج يستسيغه المواطن ويستطيع بلعه مع الظروف الاقتصادية التي وصل مرها لحلوق الجميع، رغم استبشار الحكومة بآلية صناع السوق في ردم هوة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فإن السوق الموازية فقد كان المنظر كالح السواد في القطاعات الدوائية مغبة أن يأخذ الدولار الآلية في يده بدولار الدواء، فتقفز الأسعار مجددا وتحصل الندرة ويبيت الدواء لدى الغالبية أو الغلاب المتعبين، مكانته عالية وطريقه شائك. ولكن مع ذلك يبدو أن الحكومة اكتفت بما ظهر من تشوهات وأمراض اقتصادية في العالم الجاري، ولا تريد للمواطن أن يتحمل مزيدا من الأعراض الجانبية في موازنة العام المقبل 2019، فقررت إبقاء الدعم على الدواء، ثم ها هي تدعمه اليوم بأحد عشر مليون يورو. ولكن هل تلك الجرعة كافية ليستقر سعر الدواء؟ الإجابة بلا شك في أن ذلك رهين بأسعار الدولار الجمركي الذي ما أن يرتفع فليس بدا من العلاج بالكي، سواء أردنا العلاج بالكي نار الأسعار أو الدولار أو نار الطب البديل الذي ينشط دجالوه وعشابوه متى استطالت المسافة بين المواطن والمشافي، وبات من المستحيل الوصول إلى الصيدليات أم كمير تنبرع. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من دائرة الحدث، والتي خصصناها للنقاش حول أوضاع الدواء في السودان. نرحب بكل المشاهدين الذين انضموا لمتابعتنا عبر خدمة البث الحي على يوتيوب وعلى تطبيق سودانية 24 على جوجل بلاي وأبل ستور. نبدأ الحوار بعد العرض التوضيحي. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه الجديده من دائره الحدث. ننوه مشاهدينا الى انهم يمكنهم متابعه هذه الحلقه عبر خدمه البث الحي على يوتيوب وعبر تطبيق سودانيه 24 الذي تجدونه على الهواتف الذكيه عبر منصتي جوجل بلاي وابل ستور. نرحب بكم جميعا، كما نرحب ايضا بضيوفنا الكرام الذين انضموا الينا الان للمشاركه في هذه الحلقه. الدكتور صلاح سوار الذهب، رئيس غرفه مستوردي الادويه، الذي سيكون معنا عبر الاقمار الصناعيه من الخرطوم، كما سيكون معنا ايضا عبر الهاتف الدكتور الصيدلاني ياسر مرغني، الأمين العام لجمعية حماية المستهلك. وأبدأ مباشرة بدكتور ياسر مرغني. دكتور ياسر، مرحبا بك في برنامج دائرة الحدث. في الطرفة الشهيرة أن يعني أحد المرضى وقريب له دخلا صيدلية ويريد الاستشفاء هذا المريض، فسألا عن سعر الدواء، كان رخيصا في السابق، وحينما سألا عن سعر الدواء وجدوه مرتفعا حتى بلغ يقال 7000 أو 8000 جنيه، فما كان من قريب المريض إلا أن قال للمريض هندفن هنا ولا في البلد. دعنا نبدأ تحديدا بهذه الكوميديا السوداء. إذا كانت الحكومة تدعم الدواء في السودان، أين يذهب الدعم؟
شكرا جزيلا، شكرا راشد، شكرا لكل المستمعين والمشاهدين، ان شاء الله نقدم ما يفيد. ونخص بالشكر يعني المستمعين اللي بيستمعوا لنا وما قادرين يشوفونا، ونحييهم في يعني يوم الاعاقه المره ساكت من غير اي نديهم جرعات تحفيزيه. شكرا جزيلا. انا عايز اقول انه فعلا احنا ما شعرين باي دعم في الدواء، ما شعرين باي دعم في الدواء، وده لسبب بسيط جدا. رغم ان المنظمات الطبيه الان عندها اصناف كثير جدا يعني مجانيه حسب قرار رئاسه الجمهوريه، واصناف كثير جدا مدعومه، لكننا ما بنلقاها. ليه؟ لانه يعني عدم تسديد المديونيات. يعني وزير الصحه قال في البرلمان واسف تقريبكم قلت 34 مليون يورو، ده الكلام قاله وزير الصحه قبل اسبوعين في البرلمان، 34 مليون يورو، ويجب تكلموا الان عن 11 محتفلين بال 11 دي. انا اشكك في انه هم استلموها، لكن خلينا نقول انه استلموها. 11 من 34 مليون يورو ديون على امدادات طبيه منذ العام 2016. انا اي كلمه هنا اقولها يا راشد انا مزيل منها، منذ العام 2016 الان شركات تعاني عشان تاخذ قروشها، وبعد ده نحن دارين نقول يعني نطلب منها المستحيل على وزاره الماليه ان تشعرنا ان الدواء ده مدعوم وانه نحن قاعدين نلقاه، وعلى الامدادات الطبيه ان تكتر لنا المنافس. غير معقول اننا نجيب صف عشان ناخذ دواء مدعوم، غير معقول. نعم ابقى معي دكتور ياسر، دعني احول كل هذه الاسئله الى ضيفي الذي ينضم الي الان من الخرطوم، دكتور صلاح سوار الذهب، رئيس غرفه مستوردي الادويه. دكتور صلاح مرحبا بك في برنامج دائرة الحدث، استمعت لحديث دكتور ياسر ميرغني، هل من تعليق عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة أنا حصل التقرير أنه في معلومتين مغلوطات، أصلحهم في الأول حتى أرجع لي ياسر. تفضل، ما هي؟ المعلومة الأولى أنه سعر الدواء ليس له علاقة بالدولار الجمركي، لأنه الأدوية هي محفية من الجمارك، وده كان قرار بتاع السيد رئيس الجمهورية أنه الأدوية محفية من رسوم الجمارك بتاتا يعني تماما. الشيء الثاني انت ذكرت انه في 130 شركه بتاعت دواء. هل هذا القرار، لا دعنا نبقى في هذه النقطه دكتور صلاح، هل هذا القرار مطبق؟ قرار مطبق السيد؟ نعم الرئيس نعم، ما في دواء يطبق يعني عليه جمارك يا يا نعم. ده شيء معلوم ومعروف وما من الليله، ليه اكثر من سنتين يعني. تفضل. المعلومه الثانيه انه في 130 شركه تم حظرها من استيراد الادويه، هذه شركات وهميه وليس لها علاقه باستيراد الادويه، وليس لها ولا مدرجه ضمن الغرفة الفرعية المستوردة الأدوية، ولا مدرجة في المجلس القومي للأدوية والسموم. دي الناس حرامية، ناس مستغلين، ناس مشوا سجلوا شركة كتبوا عليها في الأخير طبية، وأوهموا السلطات وأوهموا البنوك أنهم بيستوردوا الدواء وسرقوا مبالغ، وهم الآن في القضاء ونحن ملاحقينهم، كان في البرلمان ولا كان في الغرفة. ودي شوهت المعلومة. المستوردين الحمد لله يعني ما عندهم لعيب مثل تمت من الشركات الوهمية، هي شركات وهمية ليس على دي معلومة دار وصيلة للناس، وهم الآن إحنا ملاحقين. لنبقى في خضم هذا الموضوع، يعني هذه المعلومات التي ذكرت تتحمل كل التأويلات. هنالك من يرى أن سعر الدواء يتحكم فيه الدولار الجمركي على الرغم من قرار السيد رئيس الجمهورية، هنالك مشكل في التطبيق، هنالك من يرى ذلك. دعنا من هذه المعلومات التي تتحمل كل التأويلات. واستمعت لحديث الدكتور ياسر، حديثنا الآن وحديث الدكتور ياسر، نواظم نوصل المعلومة حقيقة، ما في تأويل هنا. سمحنا لك بأن تقول لا ما في تأويل، انت قلت التأويلات، ما في تأويل هنا. ال 130 شركة ليس لها علاقة بشركات الأدوية، وما في هناك دولار جمركي للدواء، ده حاجة معلومة بالبداهة يعني. نعم. كيف تكون في تأويل يعني؟ نعم، دعنا نذهب إلى المحور. نحن ما نتكلم عن حاجة ما حقيقة يعني. حديث الدكتور ياسر مرغني لم تجب عن السؤال. لا، حديث الدكتور ياسر مرغني أنه الدولار هو العامل الأساسي والرئيسي في الوفرة بتاعت الدواء. بالنسبة للإمدادات الطبية، الإمدادات الطبية عندهم ناس من اللي بيقدروا يجاوبوا على هذا السؤال، لكن إحنا من واقعنا إنه الدولة ظلت تدعم الإمدادات الطبية، بتوفر لها العملة، وقد تكون بعض الإخفاقات في الزمن بتاع توفير هذه العملة يأخر شهر شهرين ثلاثة، ولكن أكيد بتصل هذه الأموال وهذه الدولارات إلى أصحاب المستحقين من المصانع الخارجية. بشرة تانية في الدواء إنه سعر الدواء في الإمدادات الطبية ما تأثر بالفروقات بتاعت الأسعار من 30 ل 47 على حسب صناع آلية السوق. فالسيد رئيس الوزراء حقيقة دعم الإمدادات بهذا الفرق،
الإمدادات بتشتري الدولار أو اليورو من البنك في سعر 30، لكن البنك يدفعها 47 على حسب صناع آلية السوق. وسيد رئيس الوزراء أوفى بوعده وفعلا دعم الإمدادات بهذا الفرق من الأموال أو من العملة المحلية. الآن الإمدادات ما فيها مشكلة، أنا بقول على أنه ما في سعر تحرك بتاتا منذ أن تم سعر التأشيري من 30 إلى 47. نعم. المشكلة اللي احنا دايرين نطرحها انه المواطن حقيقة مفروض يعرف من اين ياخذ دواءه. في ادوية منغزة للحياة وفي ادوية مزمنة دي بيستعمل المريض طوال عمره، فدي الامدادات بتوفرها بالازعار المدعومة تماما وبالدولار المدعوم تماما. لكن زي ما ذكر الاخ ياسر، نحن بنطلب من الامدادات تفتح اكثر وتزيد المواعين بتاعت التوزيع بتاعتها، بدل تكون عندها 4-5 صيدليات تزيد في هذه الصيدليات حتى لا تتكدس او يتكدس الناس في شراء هذه الادويه. نعم. انا اطمنك انه ما في دواء زاد سعره الى الان في الامداد الطبي. نعم، وضحت هذه الفكره. ابقى معي، دعني احول هذه الاسئله الى دكتور ياسر مرغني. دكتور ياسر، استمعت الى حديث الدكتور صلاح سوار الذهب، الرجل يرى بان سعر الدواء لا يتحكم فيه الدولار الجمركي، لان هنالك قرارا من السيد رئيس الجمهورية بأن الدواء معفي من الدولار الجمركي أو من الجمارك، وهو يتحدث أن سعر الدواء لم يتحرك إلى الآن. كيف ترد على هذا الحديث؟ نعم حديثه صحيح 100%. ما في أي جمارك على الأدوية تماما، هذه مسألة محسومة من سنين، يعني مش حاجة جديدة من سنين. ثانيا، فعلا الإمدادات الطبية الدواء فيها مدعوم، لكن أنا عايز أقول لك هنا الحتة الوحيدة أن الإمدادات الطبية عليها أن تبعد أن تبيع الأصناف المدعومة دي للصيدليات الخاصة. الآن الإمدادات الطبية بتبيع هذه الأصناف المدعومة لبعض الصيدليات الخاصة أو لبعض الصيدليات الخاصة أيضا بيدوه، بالتالي بنكون ضيعنا على المواطن هذه الميزة، لأن ليس كل أصحاب الصيدليات الخاصة وأنا منهم ليسوا كلهم ذلك الرجل الذي يمتلك ضميرا صاحيا ويمتلك عقلا يحس بالإنسانية. عشان كده الإمدادات الطبية عليها زي ما قال صلاح تكثر المنافذ وتبيعين الدواء. أنا عايز أتكلم عن 10 مليون يورو دي، لازم أتكلم عنها لانه في الحلقه يعني اصلا 10 مليون يورو من اصل 34 اذا انا طلبت جدل انه فعلا استلموها. لكن هنالك حديث تدور في مجموعات الصيادله او الوسائط في الفيسبوك وفي الواتساب انه وزاره الماليه حاجه في الامدادات الطبيه بسعر اليورو 54، بينما رئيس الوزراء تحدث في اجتماع مشهود ومنقول والدكتور صلاح كان حاضره انه قال لهم لن يزيد دولار الامدادات الطبيه عن 18، وهو سيتحمل كوزير مالية هذا الفرق. إذا كانت هنالك جهات داخل وزارة المالية هي تكسر قرار رئيس الوزراء فعلى الإمدادات الطبية السلام. هل السعر التأشيري يتحكم دكتور ياسر، سعر التأشيري للدواء هل يتحكم في سعر الدواء الموجود في الصيدلية؟ الإمدادات الطبية دواءها مدعوم بدولار مدعوم، يجب أن يستمر الدعم، هذا ما نفهمه. أنا لا أفهم أي سعر آخر خلاف السعر الذي قاله رئيس الوزراء في اجتماع مشهود حضور كل الاطراف انه لن يقبل ان يزيد دواء الامدادات الطبيه فلت واحد. نعم. ابقى معي، اعود مره اخرى للدكتور صلاح. دكتور صلاح، 11 مليون يورو تسلمتها وزارة الصحة لشراء الدواء. دكتور ياسر قبل قليل يتحدث عن رقم أكبر، ولكن هنالك أموال يبدو أن وزارة الصحة استلمتها لدعم الدواء. كيف يسهم هذا الرقم في سد احتياجات البلاد الدوائية على الأقل في المرحلة الحالية؟ يعني نكون واضحين، يعني احنا نتحدث عن صادر هو اللي بيجيب العملة بتاعت الدولار إلى البلد، والصادر ده بيختلف الافاليويتي بتاعته أو وجوده في بنك السودان في فترة الصادر. الصادر بيجي كل شهرين، بيجي كل 3 شهور أو كل 4 شهور، فبالتالي الدفعيات إلى الشركات المتعاقدة أو المتعاملة مع الإمدادات فعندها فترة السماح 3 شهور ل4 شهور. عندنا التعامل بالديفير بيمنت اللي هو الآجل. فأنت لما نقول لك الدولة دفعت الليل 11 مليون يورو ما نهاية، خلاص دي آخر حاجة هتدفعها لهذه السنة. صح تأخرت، لكن الآلية بتاعت التصدير ماشية ووجود العملة في البنك بيجي كل فترة، فبالتالي الناس اللي عندهم ديفير بيمنت أو آجل لثلاثة شهور 4 شهور قد تتأخر شهر شهرين، لكن ما معناتها ما في دولار للدواء. دولار الدواء في الإمدادات تأخر لكن موجود والدولة التزمت به، والآن في آلية لتوفير هذا الدواء للإمدادات الطبية، ووعد السيد رئيس الوزراء، وأنا متأكد أنه الآن بنك السودان والمالية
هم الآن في المحك على هم ينفذوا هذه القرارات وتكون نعم. الأدوية مستمرة في التواجد بتاعها. نعم. كم يبلغ سعر الدواء للإمدادات أو المقدم للإمدادات الطبية؟ كم يبلغ سعره؟ لا أنت تتكلم ياسر ولا أنا معك؟ لا أنت دكتور صلاح. هي طبعا احنا انتهينا من العام 2018 فبتجي الان التوفير بتاع 2019 واللي هي بتبدا التوريد من شهر يناير او شهر مارس فدي بتكون برضو الاعتمادات فتحت لها وقروشها بتتغطى بعد 3 شهور او 4 شهور على حسب التعاقدات بتاع الامدادات. لكن انا ما شايف في ندره شديده جدا في الادويه المنغزه للحياه وده الهم. وبعدين انا بتفق مع ياسر على انه نحن في الامدادات الطبيه سوري استغفر الله يعني ما نتكلم كلام ما حقيقي. الامدادات الطبيه اولى بانه هي تجاوب على سؤال. الامدادات الطبيه واجبه توفر الادويه المنغزه للحياه والادويه الكرونيك اللي هي بيتعامل الانسان معها يوميا ولمدى عمره. فلو نجحت هذه الامدادات في توفير هذه الصنفين انا افتكر بتكون نحن عندنا ما تكون عندنا مشكله خالص في توفير الادويه المنغزه للحياه. فبالتالي انه تواجد الدولار في زمن معين هو شيء اساسي على بنك السودان انه يوفر هذه العمله في وقت مناسب حتى يتم فتح الاعتمادات. انا دار اضيف نقطه ثانيه، القطاع الخاص والامدادات هم مكملين لبعض. يعني هذه الادويه المنغزه للحياه بتطلب الامدادات من القطاع الخاص بالطبع عبر الامدادات عبر العطاءات عبر الشراء المباشر بعض الاحيان لعدم توفر الصنف قد يكون في الامدادات. فهذه مشاكل بحكمها فعلا الدولار. لكن انا ابشر كما ابشر رئيس الوزراء انه الادويه في الامدادات حتظل في سعرها. الان المستوردين او المستوردون ايضا اخذوا على عاتقهم. كيف يمكنك دكتور صلاح كيف يمكنك ان تضمن انها ستظل في سعرها؟ لا علاقه لك بالامدادات انت كما ذكرت قبل. ما كلام واضح يعني ما داير لها تفكير ولا داير لها ذكاء. حسابات الدولار في البنك ب 47 الان حسب الاليه، والان السعر الموجود في الامدادات بسعر الدولار قبل صناع عالية السوق. فسيد الرئيس الوزراء دعم الفريق وسدده، ما بنقول ما سدده، لا بنتكلم في تاريخه ولا حنتكلم في زمن جاي. سدد للامدادات هذا الفرق، والامدادات الان سعر ثابت وما تحرك، وانت تستطيع ان تتاكد من هذه المعلومه بنفسك. اذا عندك دواء اشتريته قبل شهر او شهرين او 3 شهور حتمشي تلقى سعره نفسه، يعني في حين انه الاليه تغيرت. دكتور صلاح الناس ستتعامل فقط في الفتره المقبله مع الامدادات الطبيه وصيدليات الامدادات الطبيه ولا تتعامل مع الصيدليات التجاريه، لانه يبدو ان هنالك فرق في الاسعار. يعني ليس فرق في الاسعار في الامدادات ولا بين القطاع الخاص والامدادات؟ نتحدث عن ان هنالك فرق ما بين السعر التي تتحدث عنه وبين الصيدليات التجاريه الاخرى. لا ده موضوع ثاني. انت الان بتتكلم عن دواء الامدادات الطبيه، انا اتكلم لك عن دواء الامدادات. يعني ما انت الامدادات دي ما عندها منافس بتاعت شراء تختلف من القطاع الخاص. يعني الدواء في الامدادات سعره بيختلف من الدواء الموجود في الصيدليات الخاصه. الصيدليات الخاصه دي عندها اليه بتاعت تزعير بتختلف. عندها تزعير بتاع آلية بيختلف تماما عن الإمدادات الطبية. نعم ابقى معي دكتور صلاح، دعني أنقل هذه النقطة كاملة إلى دكتور ياسر مرغني. دكتور ياسر، الإمدادات الطبية بشر السيد دكتور صلاح قبل قليل أن الإمدادات الطبية لن تقوم بزيادة في أسعارها، يجب على المواطن أيضا أن يتعامل مع الإمدادات الطبية. من وجهة نظرك كمراقب وكأمين عام لجمعية حماية المستهلك، ما هي انعكاسات هذا الأمر على المستهلك السوداني؟ نعم الدواء الطبي لن يزيد، لكن دارين نحس له. نحس له كيف؟ على الامدادات الطبيه ان تبتعد عن البيع لصيدليات القطاع الخاص. دي جمله حتى لازم اكررها يا نبأ. على الامدادات الطبيه ان تبتعد عن البيع لصيدليات القطاع الخاص. على الامدادات الطبيه ان تكثر منافذ البيع، تعمل لها 5 6 7 8 ادخانات، ان شاء الله تاجر ادخانات موجوده الان حاليا وتبيع فيها دواء وتعمل لها اعلان عشان ما يتكدسوا الناس في بحري وخرطوم الضمان. الامدادات الطبيه تمتلك 3 ادخانات فقط. على الامدادات الطبيه الابتعاد عن القطاع الخاص، ما معقول دواء في الامدادات الطبيه ب 80 موجود في صيدلاتنا الخاصه نحن ب 600,000. شو الفرق من 80 ل 600,000؟ فرق من 80 ل 600,000 فرق كبير جدا. دكتور ياسر هذا الامر قد يلغي الصيدليات التجاريه، لا تتفق معي؟ فليكن في كل الدنيا القطاع الخاص بيشتغل بادويه معينه، ادويه التامين الصحي والادويه المدعومه وادويه كده بيتعامل معها بالتامين الصحي بالبطاقه في كل الدنيا مثل الحين. نحن كنا نتمنى انه الان مع هذه الظروف ان يكرمنا السيد وزير
ورئيس الوزراء ووزير الماليه يقدرنا بانه يوزع لنا الادويه الاساسيه ورمز الحياه مجانا، وكل مبلغ لا يتجاوز ال 200 مليون يورو مجانا في المستشفيات العامه وفي التامين الصحي وخلافه. هذه المساله معمول بها بكل الدول التي احترم ممتلكيها، كنا نتمنى ذلك. نعم نعم. قمعي، اعود مره اخرى للدكتور صلاح. دكتور صلاح، احول لك كامل اسئله دكتور ياسر مرغني. لماذا لا تباع الادويه الاساسيه للمواطن عبر الامدادات الطبيه مجانا كما يحدث في كثير من الدول كما ذكر دكتور ياسر التي تحترم الانسانيه؟ هذا اولا. ثانيا، يجب ان تبتعد الصيدليات التجاريه عن المشهد وتكثف الامدادات الطبيه من منافذ بيعها. والله يا اخي هي تجربه من دوله لدوله تختلف، وانا بفتكر ما كل الدول بتتعامل بانه الدواء لمواطنينها او للناس الموجودين فيها مجانا يعني، لكن في ثقافه بتاعت التامين الصحي والاشياء زي دي المفروض الناس تلجا لها وتعرف انه هي مفروض يعني تنضم للتامين الصحي، واللي هو بدي دواء بربع القيمه بتاعت الدواء الموجود في قيمته الحقيقيه مجانا، ولكن له ليس مجانا. وكثير من الادويه، كثير او معظم الادويه ليس خارج مظله التامين الصحي الذي ما خلاص. عشان كده انا تحدثت عنه التامين الصحي هو انا افتكر المفروض يخش في هذه المنظومه. لكن عشان تقول الدوله تجيب دواء وتبيعه مجانا ولا تديه مجانا، دي ما بتحصل في الدول كلها، انا متاكد. لكن الادويه في العالم اللي بتعاملوا فيها في ادويه الطوارئ مجانا، أدوية في المستشفيات أدوية معينة مجانا، لكن أي مريض بعد ده يمشي يقدم الروشتة يا شارب ربع الغيمة يا بنص الغيمة على حسب التأمين الصحي الموجود في الدولة المعنية. أنا بكرر أقول إنه الآن الشيء اللي عملته الدولة في إنه توفر هذه الأدوية بالسعر الموجود بالإمدادات الطبية، أنا أفتكر بقول إنه إذا كان الإنسان بعد ذاك خش في التأمين بيشعر إنه الدواء ده كأنه هو ما مجانا. بالنسبة عفوا لنبقى في هذه النقطة وننتقل مرة أخرى لمنافذ البيع. بالنسبة للرقم الذي خصصته الدولة في موازنة 2019 للدواء، هل تعتقد بصفتك مراقب وأيضا قريب من وضع الدواء يعني وقريب أيضا من الإمدادات الطبية، هل تعتقد بأنه مناسب سيحل المشكل في السودان؟ والله أنا مسألة الأرقام دي عشان ما أتكلم لك فيها أحسن يتكلم فيها ناس الإمداد بنفسهم، لكن أنا بتكلم عن المبدأ وبتكلم عن الجدية اللي لمسناها من الدولة في أنه هي هتدعم هذا الفرق، وفعلا دعمت هذا الفرق. لو كان 45 مليار ولا كان 70 مليار على حسب ما تتحدث عنه الحسابات ما بين الإمداد الطبية وبنك الفاتحين عليه والاعتماد، كانت 60 مليار 50 مليار، المهم الدولة التزمت. لكن يمكن تكون الآن التقديرات وصلت إلى 45 مليار، وأنا أفتكر على حسب تقديراتهم قد تكون كافية، لكن إذا جدت الظروف وتحركت الآلية بتاع صناع السوق بزيادة برضو الدولة ملتزمة بها، وده كلام واضح يعني، ما عايزين نخصص رقم ونستيق عليه ونقول لا والله إذا كان الرقم صار 60 مليار الدولة تقول لها كانت 50 مليار. فالدعم طلع من الدولة ما لرقم محدد، طلع لأنه أي زيادة في الأسعار أو في الآلية بتاع صناع السوق الدولة هي متحملة. فأنا أفتكر ده يعني شيء عظيم جدا جدا، وأكرر تاني أنه التأمين الصحي هو الحل. الشيء ده أقول عنه ذكره الأخ ياسر أنه الإمداد الطبية ما تبيع للصيدليات القطاع الخاص. إحنا جماعة عندنا حاجة اسمها رغابة، وعندنا حاجة اسمها يعني مجلس قومي للأدوية والسموم، وعندنا حاجة اسمها إدارة الصيدلة، والرغابة شايفة دورة في إنه تشوف السعر بتاع الدواء. يعني إذا أرادت الإمدادات أن تتوسع في صيدلات القطاع الخاص فلتتوسع، لكن بالسعر بتاع المواطن اللي بلقاه لو في صيدلات الإمدادات ولا لو بلقاه في الصيدلات بتاعت القطاع الخاص. نعم، ما إحنا عايزين نوزع، عايزين إحنا ننشر هذه يعني نقصر المسافات للمريض. إذا كانت الرقابة دور الرقابة دكتور صلاح أنه لا يكون هنالك سعرين مختلفين في مكان ومكان آخر. سنعود إلى هذه النقطة، ابقى معي. أتحول الآن مرة أخرى إلى الدكتور ياسر. دكتور ياسر، يعني ظللتم تقولون باستمرار أن يعني المشكلة الدواء في السودان هو مشكل متأزم وطويل، وأن جشع بعض المستوردين أدى إلى تفاقم المشكلة الآن. هل تعتقد بأن الرقم المخصص في موازنة أو دعم الدواء في موازنة العام المقبل يكفي لحل المشكل، مشكلة الدواء في عام 2019 فقط، لا نقول إلى الأبد يعني؟ طيب، قبل هذه النقطة لازم أعلق على النقطة حقت أنه الإمدادات الطبية تبتعد عن القطاع الخاص، تضغط على الخاص. طالما الإمدادات الطبية ما ملتزمة بالقانون وما بتختم الدواء بتاعها بختم واضح، الآن في بعض الأدوية مختومة أنه هذه الأدوية تباع في الإمدادات الطبية، مثل الأنسولين الآن مكتوب سعره، الصيدلي بتاع الصيدلية ما بيقدر يزيد فيه ولا فلس واحد لأنه مكتوب سعر البيع للمستهلك 70 جنيه.
تقرر الانسولين بتاع النظام الطبي ب 40 جنيه، لكن بنفس الانسولين بتاع النظام الطبي ده عندنا نحن فات ال 100 جنيه. ترى جديد كمان انا ما اعرفه، فات ال 100 جنيه. انا عايز اقول انه القصه حقت الميزانيه وتخصيص مبلغ للدواء الان بعد ان تم حظر استزاده الاصناف التي تصنع محليا انخفض كثير جدا هذه الميزانيه. انا اجيب بعد الصحه فعلا في انه التامين الصحي هو طعم الامان على وزير الضمان الاجتماعي ان يرفع نسبه التامين الصحي خصوصا للفقراء. الدواء الان وانا صحيح صيدليه، الدواء الان غير محتمل للشرائح الضعيفه، الدواء الان غير محتمل لمعظم المرضى. انا عايز اقول ان الحكومه كثر خيرها قاعد تصرف على بعض الادويه المجانيه لامراض الدم والادويه بتاع بنك الدم ومشتقاته والهيموفيليا والثلاسيميا وكل عمليات القلب المفتوح كلها مجانيه في المستشفيات، لكن يظل الناس يعانوا من الدواء. ويعانوا من الدواء ليه؟ لانه الصيدلي بتاع الدخان بتاع القطاع الخاص بيمشي للدواء الطبيه بيشتري اصناف وبيشتري بكميات كبيره جدا جدا. نعم. يكون الدواء الطبيه ما فيها الدواء بتاع صنف معين وموجود في كل الصيدليات الخاصه والمستهلك ما لاقيه لانه بيفتكر الدواء الطبيه هي المفروض توفره وبس. عشان كده طالما هي ما ملتزمه بالقانون ودواء ما مختوم وممكن يتلاعب فيه الناس والناس كلها ما واحد ومعظمنا احنا اصحاب ضماير ميته وخربه وانا منهم اصحاب الصيدليات، بالتالي يجب ان نبتعد عن القطاع الخاص. الاداره الطبيه عليها توزع دواها مباشره هي بنفسها وتكثر منافذ بيعها. نعم نعم. هل الرقم المخصص دكتور ياسر او الميزانيه المخصصه للدواء في العام المقبل كافيه تعتقد؟ كافيه وممكن توزع مجانا اذا وجد الضبط. نعم نعم. قمعي اعود مره اخرى للدكتور صلاح سوار الذهب. دكتور صلاح، دكتور ياسر يرى بان الميزانيه المخصصه للدواء في العام المقبل كافيه ويمكن ان يوزع او توزع الادويه الاساسيه مجانا، اذا ما المشكل؟ توزع الادويه الاساسيه مجانا والادويه المنقذه للحياه مجانا. والله ده املنا وعشمنا انه اي حاجه بالنسبه للدواء المواطن تكون مجانا. وانا افتكر ما داري عيد الكلام واكرره، لكن الشيء ده ما بتقوم بالدوله براها، بتقوم بالهم التامين الصحي، لانه ما ممكن انت الدوله الليله توزع كل ادويتها مجانا حتى الاساسيه. لكن توزيع على منه؟ توزيع على منه في 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 في, في, في الزول اللي بيستحقها انه يوزع عليه، والفقير والمريض الفقير، ولا توزيع على اي شخص؟ يا جماعه مع الحكايه دي لازم يكون كمان الدعم ده ماشي لفئات معينه ومحتاجين لها. دعنا نتحدث عن الفقير. وبعدين قبل ما انت تطلق حاجه، يعني انك انت قلت جشع المستوردين، والله نحن نحيي المستوردين. المستوردين ديل يا اخ ان هم يسعرون هذا الدواء، يعني ما هو اللي بيفرض تسعيرته على المواطن. المستوردين ديل هم اللي بيكتبوا بينار الدولار زي ما بيكتبوا اي زول. الجشع هو جشع الدولار. ها، والمشكله هي مشكله الدولار. الدولار اذا كان ب 30 سعر المستوردين ثابت، واذا بقى 100 سعر المستوردين ثابت. الان في الدولار لما زاد من 30 ل 47 المستوردين هم الذين تقدموا الى المواطن وقال له يا اخي نحن السيز العادي نحن بنحاول نخفف لك منها، وخفضوا باسعار اكثر من 30 وخاطبوا شركاتهم برا على اساس انه الظرف الان اللي فيه السودان يحتاج لانه الادويه تكون في متناول الجميع. والشركات البرا لمعلوماتك يا أو لمعلومة كل الناس إنه هي بتتعامل بناحية إنسانية، وكل دولة عندها سعر محدد على حسب الاقتصادة، ونحن خاطبناهم برا على أساس إنه ينظروا لهذه الناحية في هذه الظروف، والحمد لله استجابوا على إنه تكون هذه الأدوية مخفضة. من العمل كده في أي قطاع تاني؟ لو في أي قطاع تاني الآن محتاج له المواطن. فبالتالي سعر الدواء ما يسعر من المستورد، من المستوردين، يعني سعر الدواء بيستعير الحكومه الآن. وعلى حسب تقصد ان المستوردين دكتور صلاح، نقول دعني اقولها بالدارجي، المستوردين الان شغالين بالخساره؟ يعني ما شغالين بالخساره ولا شغالين بالربح الكثير. طيب ولا شغالين بيرتفع سعر الدولار؟ ما هم ما يزول الان في التجاره، ما يزول الان في التجاره بتاثر بسعر الدولار. طيب ما انت اصل سعر الدولار ده هو العامل والحاسم، لو جبته للامدادات او ما جبته للامدادات، لو جبته لاي شخص ولو ما جبته لاي شخص ما حيتوفر عندك الدواء لو ما جبت الدولار. لكن انت الليله ما بتقدر تقول للمستورد خفض لي من سعرك اذا ما خفض لي المصنع من برا، ولا بتقول تقدر له خفض لي سعرك وبيعه للمواطن عشان انت تخسر. طبعا ما في زول بيخسر، ما حنكون ملائكه، ولا المستوردين حيكونوا هم خلاص يعني هم خلاص يعني هم اللي حيحلوا مشكله الدوله او مشكله البلد. انت من قلت ذلك؟ لم نقل ذلك نحن. تفضل اكمل. انا عايز اقول هي المشكله كلها حقيقه في سعر الدولار اللي بيسعر في الـ في الـ في الـ في صناع عاليه السوق.
هو ده اللي بيحدد سعر السلع في السودان كلها، مش الدواء، بيحدد سلع اي شيء، بيحدد سعر الخبز، بيحدد سعر البنزين، بيحدد سعر اي شيء. لكن الدوله قائمه بدورها وفي واجبها في هذه الثلاثه اللي هي الدواء ولا في عبر الامدادات والبنزين. ونحن ماذا نتكلم عن اقتصاد اخر غير الدواء الان، وعن القمح اللي هي بتدعم الشوال ب 55,000، وماذا نتكلم عن الحكايه دي. لكن ما في زول بيخسر ليك عشان يجيب له سلعه، او هو تاجر او هو مستورد او هو مصنع، فدي حاجه مفروغ منها يعني. لكن لما نقول لك هم قدموا وبادروا بانه يخفضوا عشان اسعار الادويه، ما هم اللي خفضوها من حسابهم، هم بيطلبوا من مصانعهم البرة تعمل هذا التخفيض حتى بعد ذاك يمشوا به لقدام. وضحت هذه الفكرة. دعني أتحول إلى الدكتور ياسر مرغني مجددا. دكتور ياسر مرغني، أين الصناعات الوطنية من كل هذا الأمر؟ نشكر المستوردين جدا، ونشكر الغرفة الجديدة لتحملها وحلها لأزمة الدواء الأخيرة، ونطمع منه من حكم المستهلكين مزيد من البحبوحة للمستهلكين. الصناعة الوطنية بخير وتظل بخير، والحمد لله اطمأنينا أنه الآن عندنا 27 مصنع يعمل الآن بكفاءة عالية جدا جدا، وعندنا 21 مصنع تحت الإنشاء زي ما بيسموها أنتوا يا نبأ في البايبلاين، يعني عندنا 21 مصنع تحت الإنشاء. إن شاء الله بنهاية الثلاث سنوات الجاية حيكون على الأقل حسب ما وعدنا رئيس غرفة صانع الأدوية الدكتور أحمد البدوي له تحية من هنا، وعدنا أنه خلال ثلاث سنوات حيكون بين 70 ل 80% من دوانا مصنع محليا. ما هي أنواع الدواء، عفوا دكتور ياسر، ما هي أنواع الدواء التي ستوفرها تلك المصانع؟ وكم نسبتها تقريبا؟ 28 مجموعه دوائيه، نعم، مضادات حيويه ومضادات الحساسيه ومضادات الجلديه ومضادات الديدان ومضادات، 28 زمره دوائيه من اصل 16 زمره دوائيه من اصل 28. كل الادويه في السودان ب 18 28 زمره دوائيه، فيها 16 الان بنتيجه القطاع الخاص، بنتيجه صناعه وطنيه، في صناعة وطنية. احنا هنطمع بالمزيد ان شاء الله خلال ثلاث سنوات، لانه عندنا 21 مصنع في الانشاء. السياسة الجديدة لتحفيز الصناعة الوطنية حفزت كل اقارب صانع، حتى صلاح اللي قدامك ده هو مشروع مصنع ومصنع وقرب يستمد. نعم، الان معظم المستوردين حيتحولوا الى مصنعين. احنا نحيي العاملين في هذا القطاع ونطالب بمزيد من الدعم. الدواء بيستحمل امدادات طبية، لو فيها دواء واحد قاطع احنا بنقول انه هناك مستهلك متضرر من هذه الادوية. امدادات طبية عليها انها تنضبط من اجل المستهلك، والقصه دي سهله جدا جدا، هم عارفينها كيف، لكن لو ما عرفنا كيف ما عندنا مانع نقول لهم. نعم قمعي. تحول مره اخرى الى الدكتور صلاح. دكتور صلاح، سبق ان صرح رئيس الوزراء معتز موسى بنيتهم طرح الدواء عبر عطاءات. سؤالي لك، هل مات هذا المقترح حاليا؟ لا، ما في حاجه. هي في نحن في الاليه بتاعت العطاءات، او اليه انك انت تلقى سعر للمواطن. الآن العطاءات شغالة عبر الإمدادات الطبية، وتختلف الآلية من القطاع العام للقطاع الخاص في مفهوم العطاءات. القطاع الخاص بيختلف تماما، لأنك أنت بتجيب عروض أسعار بتقبل الدولة فدي بتبقى الأسعار السائدة. لكن الإمدادات لأنك أنت بتخش في عطاءات عندها آليات محددة وعندها نظم محددة وعندها خطابات ضمان بتجيبها وعندها التزام هي ذاتها عشان تدي الزول خش العطاء ده العملة الصعبة، فبالتالي العطاء ما كان مطلقة لكل القطاعات. يعني القطاع العام العطاءات مفهومة، والقطاع الخاص العطاءات برضو هي في ما تم الآن في تقديم عروض ووصول إلى أسعار مناسبة. أنا أفتكر ما عندنا مشاكل الآن زي ما الناس تتكلم وتخط الشماعة، لأنه الدواء فيه مشكلة. الدواء الآن بالخطوات المنتظمة والخطوات التي تمت بالاتفاق مع السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الصحة والمجلس القومي الذي يسمو، أفتكر نحن ماشيين لأنه تكون يعني الانسياب تام للدواء. لكن بس بقول انه الشيء اللي بتوج هذا النجاح انه الدولار يكون متوفر في البنوك حتى الناس تفتح اعتماداتها وما يكون في هناك جاب في استيراد اي دواء. عفوا دكتور صلاح، ما هي ابرز التوافقات بينكم وبين الجهات الرسميه فيما يخص الدواء؟ طبعا بخصوص الدواء انه يعني الناس يعني اللي هو اصله اهم حاجه انه الدولار يكون متوفر في البنك. الشيء الثاني الآلية توصلوا لها إنه يعني الأسعار بتاعت الشركات المصنعة أنه هي يراعوا ظرف السودان الحالي، ودي الشركات خاطبت شركاتها وتلقت إن شاء الله كل المعلومات بأنه الدواء حيكون فيه تخفيض إن شاء الله في بالنسبة للقطاع الخاص. أنا أفتكر أنه
توفير الدواء بالنسبة للقطاع الخاص في معظم الأدوية المنغزة للحياة عبر الإمدادات حيتم، وبالنسبة للقطاع الخاص بالنسبة للأدوية الأساسية والأدوية الأمراض المزمنة أنا أفتكر برضو حتكون إن شاء الله في وقتها المناسب إن شاء الله. نعم، تحول إلى دكتور ياسر. دكتور ياسر، ما هو أثر قرار فك استيراد الدواء على قطاع الدواء في السودان؟ فك؟ نعم، فك استيراد الدواء أو فك الحظر على الاستيراد عفوا. نعم نعم، الآن هنالك أصناف محظورة للصناعة الوطنية وهي أصناف يعني لم يتم استيرادها طيلة العام 2016-2016، والصناعة الوطنية قادرة علينا تصنيعها وأكثر مصنع. الآن لدينا حتى الآن لدينا البديل للدواء السوداني من أكثر المصنع، يعني الآن لدينا مصنع سوداني يتنافس فيما بعضه. أهم شيء إنه الأدوية، حكاية الحظر دي، الأدوية التي تصنعها المصانع البحثية، المصانع الكبيرة، المصانع سكرة الدواء ده لأول مرة، المصانع بيسموها بالإنجليزي الإنوفيتر، الدواء الأصيل الآن لم يتم حظره من الاستيراد. تم حظر الأدوية اللي بتصنعها دول بتشبهنا، دول زينا واحد، دول مقلدة، دول بتصنع الدواء الرديف اللي هو الدواء المثيل، الدواء الجنيس. لكن الدواء الأصيل، الدواء الأصلي بتاع الشركة المبتكرة اللي عملته وعملت فيه 15 سنة بحوث ده موجود. بالتالي عشان الناس يفهموا القصة، يعني الدواء ما حظروا استيراده، حظروا استيراد الأدوية من الدول اللي بتشبهنا وعندنا منها اكتفاء ذاتي. وهذا القرار قرار تأخر جدا، لكن الحمد لله أخيرا أعتقد تأخر خير بلداتي. الحمد لله الآن الصناعة الوطنية بخير، وأنا أقول هي بخير، والحمد لله بتنافس الآن نفسها، الآن الصناعة الوطنية تنافس نفسها، والآن لدينا واحد ودليع ذلك لدينا 21 مصنع سيتم افتتاحها كلها خلال العام الجاي. دكتور ياسر، هل تعتقد أن ما يحدث الآن في آلية صناع السوق من تأثيرات اقتصادية متباينة وسباق بين السعر الحكومي وسعر السوق الموازي الذي يرى الكثيرين ومما هو واقع أنه يتغلب على سعر آلية صناع السوق، هل تؤثر هذه الأحداث الاقتصادية على سعر الدواء كمستهلك؟ نعم، كل السلع، كل السلع إضافة إلى الدواء، بالإضافة إلى الدواء كمستهلك، آلية صناع السوق أضر بالمستهلكين جداً جدا. صاحب هذه العبقرية أضر بنا كمستهلكين جدا جدا، ليته ترك الأمر للسوق من دون هذه الآلية. هذه الآلية دمرتنا حتى في الجرجير، أصبحنا لا نستطيع أن نسير الجرجير يا راشد. نعم قامعي. أعود إلى دكتور صلاح. دكتور صلاح، إلى أي مدى يعني يمكن أن تتحسن أوضاع أو أسعار الدواء في العام 2019 على الرغم من استمرار السوق الموازي في تذبذبه وثبات السوق الرسمي سعر آلية صناع السوق على موقفها وتأثر الأسعار المختلفة بهذا الأمر؟ والله يا أخي أنا حاليا بقول لك هي الحل في حاجتين. طبعا هو اللي هي الصناعة الدوائية الوطنية والمحلية، ده ممكن يكون يعني مخرج، والشيء الثاني أنه زيادة الأدوية المستوردة أو الأدوية تسجيلة عشان نخلق نوع من التنافس، والتنافس دائما بيخلق أسعار بتكون مختلفة من الشيء الموجود، لأنه داري ينافس ده بيجيب سعر أقل من الشيء الموجود. بالإضافة لأنه الدولة يعني إلى أن ينصلح حال الاقتصاد إن شاء الله أنه تظل هي صمام الأمان بالنسبة للدولار في دعم الدولار أو دولار الدواء. نعم. دكتور ياسر مرغني، كمجلس أو جمعية حماية مستهلك، كيف تضمنون مرور العام 2019 دون أن تزيد وطأة أسعار الدواء على المواطنين؟ المواطن قلق دكتور ياسر من هذا الأمر تحديدا. والله ما أضيق العيش لولا فتحة الأمل، ده الأمل اللي عايشين عليه، لكن ده أقول لك أنه ما في أي مبشرات مطمنة. لأنه أبسط مثال، عندنا قانون قومي لحماية المستهلك، نتمنى أنه باقي 6 يوم فضلت في السنة دي يدون لها عشان نحن نتفائل، خلاف كده سنعاني ونعاني 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 كمستهلكين. شكرا جزيلا لك دكتور ياسر مرغني.
الأمين العام لجمعية حماية المستهلك السودانية. كما نشكر أيضا ضيفنا الذي رافقنا طيلة هذه الحلقة الدكتور صلاح سوار الذهب رئيس غرفة مستوردي الأدوية. شكرا لهما وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي خصصناها عن أوضاع الدواء في السودان وأسعاره على خلفية التأثيرات الاقتصادية التي تمر بالبلاد. شكرا لكم. يمكنكم دائما متابعة هذه الحلقة وجميع البرامج على قناتنا على يوتيوب سودانية 24 تي في. كما يمكنكم الاستمتاع بخدمة البث الحي عبر منصة فيسبوك ويوتيوب وأيضا عبر تطبيق سودانية 24 للهواتف الذكية الذي تجدونه دائما على جوجل بلاي وأبل ستور. شكرا لكم. كما أشكر زميلتي نون إبراهيم التي صاحبتني طيلة هذه الحلقة في لغة الإشارة. تحياتي.